شله لطيفه قوي. دول يعرفوا بعض من الابتدائي، واضح انهم بيحبوا بعض. دول اللي في وش بعض، انا لو منهم كنت زهقت ودورت على شله جديده. متهيأليش انهم ممكن يستغنوا عن بعض. يا ريت يقدروا، على الاقل انا كنت استريحت. انا صريحه قوي، انا زهقت منهم وبالذات من احمد. احمد؟ انا عارفه انه احمد ما فوتش مناسبه الا وبيجرح فيا قدام الناس. اكيد قال لك عليا الهوايل. لا ابدا، ما جابش سيرتك قدامي خالص. عجيب، المساله مساله وقت. الظاهر ما بقالكمش كتير مع بعض. فعلا. انا عارفه ان احمد كان ضد جوازي من مدحت، وياما حاول يقنعه انه ما يتقدمليش وانه يستحق واحده احسن مني. احمد مش فاهم وعمره ما هيفهم انه مدحت بيحبني، عشان احمد ما يعرفش حاجه اسمها حب. ايمان خطيبته سابته عشان فجاه اكتشفت ان احمد ما عندوش قلب. خدي بالك منه. قالت لك الحيزابونه دي ايه وانتوا مع بعض في البسين؟ قصدك مين؟ قصدي مين يعني؟ الهبابه اللي اسمها رشا. ما قالتش حاجه. ما قالتش حاجه.